أعرفكم بأنني عندما سافرت من السودان ذهبت إلى أحد الأقارب وهو رجل حافظ للقرآن، فقلت له إني مسافر فادعو الله أن يسهل لي الأمور، فأعطاني ورقة وقال لي خذ هذه الورقة وأنا لا أعلم ما فيها، فهل في ذلك شيء؟ هذا فيه اشتباه، أن هذه الورقة ما ندري ماذا فيها، وإذا كان دفعها لك من أجل الحفظ أنها تحفظك من المكروه أو أنها، فهذا فيه اشتباه عظيم، ونخشى أن يكون قد كتب فيها ما لا يجوز اعتقاده ولا كتابته ولا حمله، وأن يكون هذا من الحروز والحجب الشركية. على كل حال حمل هذه الورقة لا يجوز، حتى ولو كانت من القرآن ومن الأدعية، حمل الأوراق على أنها حروز وعلى أنها حجب لا يجوز ولو كانت من القرآن. أما إذا كانت من الأدعية الشركية أو من كلام الكفر فهذا أشد تحريما وأعظم إثما، لأنه يفسد العقيدة. على كل حال حمل الأوراق من أجل الحفظ ودفع المكروه أو شفاء المرض كل هذا أمر لا يجوز. ويكفي لو أنه دعا لك كما طلبت منه، لو أنه دعا لك بالسلامة والعافية والحفظ من الله سبحانه وتعالى فهذا هو السنة. أما إعطاؤك الأوراق فهذا من باب استعمال الحجوب كما ذكرنا. نعم.